متابعيني الكرام، هذا قاعد اوقي سمسم الجديد. قاعد اعطي سريلاك مع الشعير مع الاطفال. شبع. متابعيني الكرام، من تطي للبلبل وما ياكل يعني شبع، يعني يشيل الاكل من عنده، يعني قصدي الغذاء مالته مالس. شوف شنو هو انت مسوي له، من تخلي له هيك شبع وما ياخذ يعني شبع، او ما عجب الاكل هم تغير له اكل. سنطي شويه مي. شوفوا هالعمر الطوم مي متابعيني الكرام. لا تطلع هواي حتى لا يصير يسار. واحلى سمسم، احلى سمسم. يلا تعال طب لي البيت مالك، طب لي البيت.